أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تعتز وتفتخر بما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات ومكتسبات وما بلغته من مكانة متقدمة على كافة المستويات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعبر الخطط والاستراتيجيات التي يقوم بتنفيذها المجلس الأعلى للمرأة برعاية سمو قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. نعم، جاء ذلك خلال افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي أقيم بتنظيم من الجامعة الأهلية وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية تحت شعار القيادة المستدامة إدارة الابتكار والتكنولوجيا. أشاد معالي رئيس مجلس النواب في كلمته بجهود لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس النواب وبحرصها على تعزيز ورفع الوعي في مجال لتكافؤ الفرص. تضمنت فعاليات المؤتمر الذي استقطب علماء ومفكرين وأكاديميين ومهنيين متخصصين وباحثين من 22 دولة حول العالم. تضمنت العديد من أوراق العمل المختصة بشؤون الإدارة والاستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتي تعالج مشكلات وتحديات علمية وتقنية واقتصادية وثقافية تواجهها مجتمعات اليوم وتترقب الحلول المناسبة لها. تأكيد أساسي على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ويؤكد بأننا أيضا كل الأبحاث اللي تناقش في هذه المؤتمر، أكثر من 150 بحث قد قبل للمناقشة في هذا المؤتمر، وكلها تناقش قضايا مهمة وقضايا لها علاقة بال17 هدف التي وضعتها الأمم المتحدة ومطلوب من كل الدول أن تحققها في العام 2030. إحنا في الجامعة الأهلية حرصنا منذ البداية على أن نحقق هذه الأهداف، ولذلك الجامعة الأهلية اليوم في هدف مثلا رقم 4 وهو جودة التعليم هي رقم 15 على مستوى العالم في الجامعات، في أكثر من 2000 جامعة شاركت في ذلك، ونتمنى أن كل مؤسساتنا أيضا تسعى لتحقيق أهداف التنمية بحلول العام 2030. دوري كبرلمانية في البرلمان البحريني، البحرين قطعت شوط كبير في تعزيز تكافؤ الفرص ما بين الجنسين، وإحنا اليوم نشوف أن المرأة البحرينية وخاصة البرلمانية تتخلل مناصب كثيرة بعد خروجها من البرلمان. يعني إحنا نشوف اليوم البرلمان شلون يعزز تكافؤ الفرص، شلون يعزز دور المرأة. اليوم إحنا نشوف المرأة تقلدت مناصب كثيرة، منها وزارية منها اقتصادية، ونشوف أن المستوى المرأة البحرينية اليوم مو بس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي. تكافؤ الفرص هو حالة من العدالة يعمل فيها الأفراد بالمثل ولا تعيق أي حواجز أو تحيزات أو تفضيلات مصطنعة. تعزيز هذه القيم كمفهوم اجتماعي عبر هذه الفعالية التي قامت بها الجامعة الأهلية بالتعاون مع رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة يتناسب مع رؤية 2030. هذا المبدأ الملهم، وشكرا للقائمين على هذه الفعالية والمنظمين وعلى الجهود الرائعة. احنا بيننا وبين الجامعة الأهلية علاقات كثيرة بين التبادل الطلابي والتبادل المعرفي في الأبحاث وتبادل الخبرات. اليوم واحدة من محاور أو مرتكزات اليو أن Sustainable Development Goals is the equality بين الرجل والمرأة، واليوم المؤتمر يرتكز على هذا المحور، والأبحاث تعزز وتشيد إلى استدامة العجلة التعليمية في الـ Equal Opportunity بين الرجل والمرأة.